10 مساء بتوقيت أسمر المحلي، مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود لرفع إنتاج الزراعة في تسوق. تكاثر الأبل في منطقة إمهميمي. إفريقيا تتصدر أعلى نسبة للوفيات بسبب كوفيد-19 في العالم. الحكم على دبلوماسي إيراني بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لهجوم في فرنسا. والصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 5 فبراير في مراكز العزل في الإقليم الأوسط وكذلك إقليم شمال البحر الأحمر إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا، وكان 11 من المصابين في الإقليم الأوسط و6 في إقليم شمال البحر الأحمر، 5 منهم في مستوى 1 في كندا. في غضون ذلك شفي 36 مصاب، 35 منهم في الإقليم الأوسط و1 في إقليم عنسبة. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 2326 إصابة، شفي منها 1719 ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 600 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 5 فبراير 2021. يقوم المزارعون المنمون للخضر والفاكهة على ضفاف نهر القاش في مدينة تسنعي بجهود مقدرة لرفع الانتاج. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المدينة السيد برهان اسم اللاش وجود 173 مزارع ينمون مساحة أكثر من 2000 هكتار، وأن أغلب منتجاتهم تتركز على البصل والطماطم والموز إلى جانب زراعة الطوف والقمح والحمص في فصل الشتاء. وذكر بأن المزارعين لم يكونوا يدفعون ضريبة الأرض والزراعة والمواشي، وقد جرت عملية التحصيل الضريبي السنة الماضية ل70% منهم بتعاون إدارة المديرية، وتستمر المهمة لدفع جميعهم الضريبة. وأفاد مسؤول تنمية النباتات في مديرية تسنيا السيد كفليق المسؤول تنظيم الدورات التدريبية على مستوى إقليم القاش بركة لتطوير الزراعة الحديثة. وأكد المزارعون النتائج الجيدة للأنشطة الزراعية التي يقومون بها، معربين عن أسفهم لارتفاع أسعار منتجاتهم لتدخل السماسرة، داعين الجهات المعنية وضع حد لذلك. وقال مسؤول الزراعة في مديرية تسنيا السيد برهان اسم اللاش بشأن المضاربة في الأسعار إن المكتب قام منذ سنوات بالتعاون مع إدارة المديرية بتخصيص متجر بيع ومخزن تبريد لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم عبر جمعية تعاونية إلى المستهلك مباشرة، لكن الجمعية لم تنفذ ذلك حتى الآن. أفاد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة تقديم حوالي 24 مليون نافع عام 2020 لإعالة أسر الشهداء. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد جابر لوكالة إرينا تقديم الدعم أيضا للأسر المختصة بالإعالة التي قام بها الإريتريون في المهجر بمبلغ 1,450,000 نافع، ومساعدة المحتاجين بمبلغ 390,000 نافع مقدمون من عمال المؤسسات الحكومية والمجتمع. في غضون ذلك قدم دعم بمبلغ 1,250,000 نافع للمعاقين وأسرهم والأيتام ورعاتهم والمسنين الذين ليس لهم راعين. وأشار السيد جابر إلى أن مصنع الأطراف الصناعية في كرن يقدم الخدمات الإقليمية القاش بركة وشمال البحر الأحمر إلى جانب إقليم عنسبة. أوضح أصحاب الإبل في ضاحية أم هميمة في مديرة قرورة أن نمو المراعي والخدمات البيطرية ساعدت لتحسن أوضاع الإبل. وذكر مسؤول الزراعة السيد آدم صالح الأوضاع الجيدة للإبل والمواشي عامة والحيوانات البرية لغزارة الأمطار ونمو المراعي. وقال أن شح الأمطار في الأعوام الماضية جعلت الإبل ترتحل بعيدا عن سهول قرورة والتوجه إلى القاش،
وأن أمطار هذه السنة الغزيرة مكنت الإبل الرعي بالقرب من مرابضها. وأشار إلى النمو الجيد للحيوانات البرية أيضا داعيا المواطنين لحمايتها. أعلن مسؤول مكتب الزراعة في مديرية قرورة إبادة الجراد الذي ظهر في ثلاثة مناطق المديرية بتضافر جهود السكان، وذكر إبادة الجراد الذي حط في منطقتي روضة وربربية يوم 28 و31 من يناير وكذلك في 2 من فبراير في ملكة عش برش المبيدات عن طريق السيارات والمشاة ليلا وقبل طيرانه. وأوضح أن الجراد الذي توالد في المديرية نهاية عام 2020 تم السيطرة عليه قبل بلوغه طور الطيران، وقال أن مخاطر الجراد لا زال قائما لتواجده في دول الجوار وعلى المواطنين تعزيز أنشطة المراقبة والمتابعة. وأشار مدير ضاحية مالكة سيد موسى إبراهيم إلى أن أعمال رش المبيدات لإبادة الجراد الذي ظهر في الضاحية بدأت في 12 ليلة 2 فبراير وحتى 8 صباحا. قام سكان وأعضاء الجيش الشعبي بصيانة طريق السلد السجنيتي الذي توقف عن العمل لسنوات لانجراف بالسيول والبال طوله 10 كيلومترات. وذكر السيد حيلم كيلتس فازجي المشرف على عمل الصيانة أن الطريق تكثر عليه المنحدرات والجيوب الجبلية، وتوقف عن الخدمة منذ عام 2006 لانجرافه بالسيول باستمرار. وأشار إلى أن أعمال صيانة الطريق والجسور مكن من بدء خدمة الطريق ويتطلب الحصول على الدعم الآلي لإيجاد حل دائم. وقال مدير مديرة سجنيتي السيد أهل برهان مهرتاب أن سكان سلد وضواحيها كانوا يعانون اجتماعيا واقتصاديا لتوقف خدمة الطريق، وأن الصيانة ستخفف هذه المعاناة. وأفاد السكان أن توقف السير في الطريق الصعب من نقل المرضى والمنتجات الزراعية إلى سجنيتي، وكانوا يضطرون الوصول إلى سجنيتي عبر دق محرم. وتبعد منطقة السرد مسافة حوالي 10 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من سجنيتي. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائيات الإرترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. على صعيد العالمي، قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأوبئة والوقاية منها أن نسبة الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في القارة أصبح مقلقا للغاية، في وقت أصبحت الوفيات تزيد شيئا فشيئا نحو نسبة أضحت أعلى من المعدل العالمي. ويبلغ معدل الوفيات في 54 دولة في القارة الأفريقية 2.6%، بينما يبلغ المعدل العالمي 2.2%. ولدى 20 دولة أفريقية بينها جنوب أفريقيا والسودان والكونغو نسب إصابات بكوفيد-19 أعلى من المتوسط العالمي، في وقت سجل زيادة لعدد الإصابات في أنحاء أخرى من القارة، وكانت حالات أكثر فتكا من الموجة الأولى للإصابات العام الماضي. ويدنو عدد الوفيات المؤكدة في أفريقيا جراء الوباء من 100,000 حالة، من بين عدد جملي يتجاوز 3.6 مليون حالة وفاة. وقد بدأت لقاحات كوفيد-19 الوصول بالفعل إلى القارة، حيث قدم 16 دولة طلباتها للحصول على 114 مليون جرعة من أصل 670 مليون جرعة. ضمن الحصول عليها الاتحاد الأفريقي من مصادر مختلفة، يتوقع أن تحصل تلك الدول على لقاحاتها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. أصدر القضاء البلجيكي حكما بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا أدين بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني قرب العاصمة الفرنسية باريس العام 2018. وأتت العقوبة على أسد الله أسدي الذي كان معتمدا في سفارة إيران في فيينا في تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب. وقضت محكمة أنتويرب في شمال البلاد أيضا بسجن 3 بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ
فترات تراوح بين 15 و18 عاما واسقاط الجنسية البلجيكية عنهم. وهذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس أثار توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية بما في ذلك باريس. من جانبها قالت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان الخميس إن بلاده تدين بشدة قرار المحكمة البلجيكية. أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات من مركز إطلاق تشين تشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين. وأطلق القمر الصناعي من على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش 3B ودخل المدار المقرر بنجاح. وسيستخدم القمر في نقل بيانات الاتصالات والراديو والتلفزيون وكذا اختبارات التكنولوجيا. وتعد هذه هي المهمة 360 لسلسلة الصاروخ الحامل لونغ مارش. واستثمرت الصين مبالغ مالية ضخمة في هذا السباق العالمي في مجال التكنولوجيا لتكون السباقة فيها، علما أنها تنفق مبالغ طائلة في الأبحاث العلمية المتقدمة وفي مجال استثمار موارد الأجرام الفضائية والتعديلات الوراثية. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت شركة بوستن ديناميك صاحبة اختراع الكلب الآلي سبوت روبوت عن آخر نسخة مطورة لهذا الروبوت الشهير بلونه الأصفر. وزودت الشركة اختبارها بذراع إضافي إلى جانب القوائم الأربعة التي يعتمد عليها في التنقل من أجل تحسين أدائه بشكل أكبر، حيث يمكن الزراع الجديد الروبوت من فتح الأبواب وإطفاء الأضواء وحفر التربة لغرس الأشجار. كما طورت الشركة تقنية شحن الروبوت سبوت الذي بات بإمكانه شحن نفسه بنفسه عند نفاد البطارية دون الحاجة إلى تدخل بشري. وبعت الشركة اختراعها سبوت بروبوت في نسخته السابقة دون ذراع مقابل 75,000 دولار، وتقول أن 400 روبوتا يتم استخدامه حاليا في المناجم وحقول النفط ومحطات الطاقة النووية والمنشآت. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.